ميكستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. مش ترحيل قصري، وقلت هناك اتفاقيات بينه وبينهم، ونحن بصدد كذلك الحديث حول هذا الموضوع وتطبيق الاتفاقيات الموجودة حاليا وبحث سبل أخرى لتمكين هؤلاء من الرجوع، لكن بضمانات على أساس أنهم يكون عايشهم في تونس أحسن من هجرتهم عبر البحار وفي مغامرات يعني غير محمودة. نحن باتصال، وكانت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية كانت استقبلناها منذ يعني بضعة أسابيع وتحدثنا في هذا الموضوع، وسوف نجد الحلول الملائمة لهذه المسألة كذلك، وليس هناك أي ضغط. أطمئنكم، تونس ليست تحت أي ضغط، راهو احنا شركائنا نتعامل معهم على اساس شركاء، ما فماش حتى ضغط، وطمنوا من الناحيه هذه، وشكرا لكم.